ما أختم سؤال الهلال، مين أفضل أن يلعب معاه في النهائي يا دكتور سلطان؟ الأهلي المصري. ليه؟ تقارب في المستوى. يلعب مع الأهلي المصري فاينل. نعم إن شاء الله. ما يجي ريال مدريد. نعم إن شاء الله بإذن الله. أول شيء الفرق الفني بين ريال مدريد والأهلي المصري، وإن كان الأهلي بتنظيم رائع وبموسم مميز، ولكن يظل بإذن الله الوصول للأهلي المصري كفريق عربي، فريقين عربيين، والأهلي المصري أسهل أراه للهلال. عبد العزيز الزلال من تبغى؟ حلوة قاعدين. والله أتمنى الأهلي المصري، لأن لو ما أخذه الهلال يأخذ الأهلي المصري، لأنه الأهلي المصري عود أفريقيا وقارة أفريقيا ومصر، إن لم يأخذ الدوري هذا الغريب، وإن لم يأخذ كأس أفريقيا هذا الغريب، فهذا أخذها الأهلي ليست غريبة، وهذا أخذها الهلال ليست غريبة. أنا فاهمك، أنت تبغى تصفي دفتر الدكان القديم، تروح على البقالة وتبغى تلغي كشف الحساب القديم. عبد سامي تختار مين؟ بالتأكيد الأهلي المصري، يعني في ثار بصراحة، مع احترامي لهذا النادي العظيم، ولكن مثل ما أخذ الهلال الثار من فلامينغو يحتاج انه ياخذ الثار من الاهلي المصري، وكذلك فيما لو حقق الاهلي المصري البطوله فهو نادي عربي. يعني بس لو لعبت مع ريال مدريد فاينل وفزت عليه هذا شيء عظيم، مجرد وصولك للفاينل هذا انجاز عظيم. لو تلعب مع اي نادي ما حقق الهلال انجاز عظيم من اللحظه هذه. تلاقي واحد يقول لك بطوله ضعيفه، كل اللي يتحدثون وجهات نظركم على عيني وراسي، سولفوا خلاص، خذوا راحتكم، فضفضوا وسووا اللي تبونه خلاص. جمال مين تبغى فاينل؟ انا ابغى الاهلي المصري. انا هي لي مآرب اخرى. ايوه الاهلي المصري، انا ابغى الاهلي المصري. اشجع الاهلي طبعا. شجع مين؟ الاهلي. انت اهلاوي؟ زملكاوي انت؟ شوف يا ابو بدر، بغض النظر زملكاوي ولا اهلاوي، انا ابغى الهلال يلعب مع الاهلي المصري. الشيء الثاني الحقيقه اللي انا ابغى اتكلم عنه، في نقطه مهمه يمكن فاتت على بعض الهلاليين، بعض يعني مثلا الاخ عبد العزيز الجلال يقول لك والله لو فاز الاهلي المصري ولو فاز الهلال. لا مو صحيح، خلينا واضحين. المباراة الجاية بين الهلال السعودي والأهلي المصري مباراة كسر عظم. طيب. يعني ما عاد فيها. طيب. عشان الناس يفهم. الله يكفينا من شر. هو الهلال. الله يكفينا شر كسر العظم، نقطة نظام.